انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأثمن كمامة في العالم مصنوعة من الذهب الخالص يملكها رجل هندي يملك متجرا لبيع المجوهرات. الكمامة الذهبية تزن 50 غراما وتكلفتها 3800 دولار. جاءت مزركشة ومقعرة الشكل تغطي جزءا من الوجه لتعد بذلك أفخر كمامة توجد حاليا. ومن شكل الكمامة غير العملي يبدو أنها غير مناسبة لتأمين الحماية الوقائية ضد فيروس كورونا بقدر ما هي أكسسوار فاخرة. ونشر صاحب محلات المجوهرات صورا للكمامة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي بالهند ولقيت تفاعلا مهما، لكن أغلبهم أجمعوا على أن الكمامة الذهبية قيمتها المالية أكبر من قيمتها الوقائية. وكان ملفتا للانتباه كمامة مصنوعة على شكل طائر مفتوح الجناحين وأخرى ذات تصميم يشبه الفراشة. ومع ذلك يقوم رواد عالم الانترنت بقصف جبهة سلسلة متاجر المجوهرات وانتقادها على هذا الاختراع غير المنطقي.